أهلا بكم مجددا. أبلغت الأمم المتحدة عدة منظمات إنسانية في سوريا بأن روسيا لن تشارك بعد الآن في نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف. يأتي ذلك قبل أسابيع من تصويت مجلس الأمن على قرار يمدد آلية دخول المساعدات إلى سوريا الذي تحاول روسيا عرقلته بفرض شروط تحصر دخول الأمدادات عبر مناطق سيطرة نظام الأسد. لا قانون دوليا حكمها ولا قرارات من مجلس الأمن. 5 سنوات مضت كانت فيها روسيا فوق القانون العرفي، قصفت ودمرت وقتلت في سوريا دون أي رادع، رغم أنها طرف مشارك فيما يسمى آلية التحييد الإنسانية، آلية تحولت إلى حبر على ورق بحسب الواقع على الأرض لتحيد عنها موسكو الآن على العلن. رسالة روسية قصيرة تسلمتها الأمم المتحدة والتي بدورها أبلغت فحواها لعدة منظمات إنسانية وإغاثية في سوريا، جاء فيها أن روسيا لن تشارك بعد الآن في نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف والتي كانت الأمم المتحدة وشركاؤها يستخدمونه لتبادل المعلومات مع أطراف النزاع. ورغم فشل الآلية في حماية أي مواقع إنسانية في سوريا من طائرات الروس ونظام أسد منذ عام 2015، جددت الأمم المتحدة قلقها من الخطوة الروسية الحالية، مشيرة إلى أنها تدرس آثارها على العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، على أن تناقش الوضع أكثر في الأيام المقبلة. هي خطوة قد تزيد من الكارثة رغم وقوعها منذ سنوات، وربما تنعكس آثارها على الخطوات التي تسير فيها الدول ومجلس الأمن لتجديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا العابرة للحدود والتي تحاول موسكو عرقلتها مع نظيرتها الصين. ومع ما سبق، يذهب مراقبون إلى ربط انسحاب موسكو من آلية التحييد الإنسانية بقانون قيصر، ولا سيما أن العقوبات قد دخلت ولا مخرج للروس إلا بفتح أبواب أخرى قد تحقق لهم ما يبتغونه، أبواب ليست سياسية أو عسكرية بل ترتبط بلقمة عيش السوريين وسلامة الكوادر الإنسانية. ومن فشل التحييد والقصف المركز، ربما تترجم الرسالة الروسية للأمم المتحدة اليوم بجزء منها لما شهدته حلب في عام 2016 حينما قصفت طائرات روسية قافلة للهلال الأحمر والأمم المتحدة أمام أعين الجميع، وكان الرد إدانة وقلقا لا غير. هذا وقال مدير الدفاع المدني في سوريا رائد الصالح في برنامج لقاء خاص على تلفزيون سوريا أن الدفاع المدني طالب من عدة منظمات أممية بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشددا على أنه تم رفض تعليق المساعدات الإنسانية لأي مكان في سوريا. نحن أكيد لا يمكن أن نسمح بأن يتم تعليق المساعدات للمدنيين بأي مكان. نحن نعمل دائما على إيصال، على السماح بوصول المساعدات بشكل آمن وبشكل متساوي لكل المحتاجين في سوريا، ووضحت لهم حجم المخاطر من هذا، من عدم تمديد القرار وما هي المخاطر المترتبة على السكان المدنيين الموجودين في شمال غرب سوريا، بأمريكا بشكل خاص. الجالية السورية الموجودة في أمريكا هي جالية قوية جدا، وهي تشكل ثقل داخل أمريكا وتدعم كل القضايا المناصرة للشعب السوري. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا إبراهيم العلبي، محامي لدى مكتب جيرنيكا 37 عبر سكايب من لندن، وأيضا يقظان شيشكلي المدير التنفيذي لمنظمة مرام للإغاثة والتنمية. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم العلبي، يعني من الناحية القانونية كيف تقرأ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي هذه الخطوة الروسية؟ شكرا لكم. طبعا عدم استهداف المشافي لا يحتاج لآليات، هذه الأمور مصانة بالقوانين الدولية وبالأعراف ومنذ الأزل، ولكن كانت هناك هذه المبادرة بإنشاء هذه الآلية التي من شأنها الضغط على كل من يستهدف المشافي، أنكم أنتم حيدتم هذه المشافي واعترفتم أنها مشافي وبالتالي قد
يساعد في تسليط الضوء على المنتهكين. ولكن أنا صراحة هذا القرار يعني استغربه جدا من الروس، لان يعني التواجد التركي في الشمال الغربي والتواجد الامريكي في الشمال الشرقي يصعب عليهم استهداف المشافي في الفتره القادمه، الا ان ارادوا يعني حربا مفتوحه مع تركيا او الولايات المتحده، لان هذه القوة تستطيع رصد من يقصف المشافي ضمن الياتها العسكريه. وبالتالي هذا الانسحاب الذي اتى اليوم يعتبر ادانه واضحه لروسيا بأنها يعني تريد استهداف المشافي أو أنها لا تأبه للمشافي، ولا أرى الغاية الاستراتيجية منه في الوقت الحالي، وهذا ما قد يظهر في الأيام القادمة. ولكن قانونيا مرة أخرى هناك الكثير من التقارير الأممية من لجنة تقصي الحقائق وغيرها ومن الآليات التي أعدتها الأمم المتحدة على أسمى يعني في أرفع المستويات، والتي تسلط الضوء على الاستهداف الروسي. نيويورك تايمز أيضا استخدمت أو نشرت تقريرا صحفيا استقصائيا يتحدث عن استهداف الروس لمواقع طبية. فهذا الأمر مفضوح للعلن، والانسحاب من هذه العملية يسلط الضوء مرة أخرى على روسيا في الوقت التي هي تحاول نوعا ما طمس الحقيقة والظهور بمظهر الدولة التي تلتزم بالقانون الدولي، ونحن جميعنا نعلم أنها أبعد ما تكون من ذلك، والدول تعلم ذلك في نقاشات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والتصريحات التي تأتي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها. الآن تضع روسيا في نفس الخانة مع النظام، ليس كداعم له وإنما كطرف في جرائم الحرب، وهذه نقلة مهمة. في السابق كانت يعني نوعا ما الحديث عن روسيا هي كداعم لنظام الأسد، وإنما اليوم نتحدث على أن روسيا أن تحترم القانون وأن لا تقوم بهذه الانتهاكات. فيعني نحن بانتظار الردود الدولية تجاه هذه العملية، والتي لا إلى الآن لم يكن هناك تغطية دولية. نعم، لهذا الأمم المتحدة يعني قالت أنها ستناقش الانسحاب الروسي من آلية التحييد مع شركائها، وهي أيضا عبرت عن قلقها. سيد يقظان الشيشكلي، أهلا ومرحبا بك معنا مجددا. كيف تقيم رد الأمم المتحدة؟ حاليا الأمم المتحدة تعمل على محاولة استمرار قرار دعم المواد الإغاثية عبر الحدود. قرار عبر الحدود واللي التصويت عليه قريبا جدا هو أساس بالمشكلة حاليا. الروس طبعا بدهم يحاولوا يعملوا فيتو على القرار. الأمم المتحدة عندها خطة بي، كان إذا الروس عملوا فيتو في خطة بي باستمرارية العمل بطرق تانية. اليوم هذا القرار اللي اتخذته روسيا هو تهديد لعمليات الأمم المتحدة في حال القرار ما صار له تمديد، والأمم المتحدة حاولت تمدد العمل بأساليب قانونية أخرى. فاليوم الروس عم تقول أنا ممكن أقصف حتى المساعدات الإنسانية واللي بتبعتها الأمم المتحدة لسوريا. القرار بصراحة خطير جدا، بس هو مناورة سياسية أكثر من ما هو له تطبيق على الأرض، لأنه نحن شهدنا العام الماضي مثلا خلال الشهر الرابع أو الشهر التاسع قصف واستهداف أكثر من 54 منشأة طبية، وأكثر من 10 منهم كانوا محيدين ومسجنين لدى الأمم المتحدة، وحتى تمت مشاركة معلوماتهم مع الروس على أن هذه المشافي أو المراكز الطبية هي مراكز طبية مفعلة ولا يتم قصفها. مثل ما حكى ضيفنا أنه لحنا اليوم هذا القصف هو ضد القوانين الدولية واللي اتفاقية جنيف، وبالتالي ما تحييد هذا القرار اليوم لا يعني عدم مسؤولية الروس بقصف المدارس والإجرام في قصف المستشفيات. نعم، لكنك تحدثت عن أن روسيا تقوم بمناورة سياسية، إذن كيف ستسير الأمور مستقبلا بهذا الخصوص؟ طبعا نحن نتمنى أن يستمر قرار عبر الحدود، لا أحد يعرف كيف تسير الأمور. المناورة السياسية نحن كطرف سوري أضعف الأطراف بالموضوع، نحن لا نجلس في مجلس الأمن، هناك دول كبرى كأمريكا كبريطانيا كروسيا، المناورة السياسية هي بين هذه الدول. اليوم روسيا تضغط بشكل أكبر، إذا توقف قرار عبر الحدود وتوقفت مكاتب الأمم المتحدة من غازي عنتاب والجنوب التركي بإمداد الشمال السوري بالمساعدات، سيضطر
المكاتب الأمم المتحدة في دمشق أن تصل هذه المساعدات، وعندها فقط يستطيع النظام أن يكرر سيناريو الغوطة الشرقية والسيناريو الزبداني باستعمال المساعدات الإنسانية للضغط على الشعوب. وهنا المناورة، الأمم المتحدة تعمل على خطة في حال كان في توقيف للقرار عبر الحدود أن تعمل بطريقة قانونية أخرى على إيصال المساعدات، وهذا ما تحاول أن توقفه الروس هذا اليوم. نعم سيد إبراهيم العلبي، يعني هناك فشل سابق في آلية التحييد الإنسانية، يعني عام 2015 تم فشل حماية مواقع إنسانية عديدة في سوريا، ما الذي سيختلف الآن؟ قد يختلف الأمر قدرة الأمم المتحدة على الإدانة، ولكن قدرة الأمم المتحدة على الإدانة أصلا ضعيفة من البداية، ونحن يعني رأينا هذا في تقارير سابقة على نوعا ما توجيه أصابع الاتهام إلى الروس. فبالتالي يعني قد يصعب عليهم، يعني عندما قد تناقش الأمم المتحدة هذا الأمر مع روسيا من ناحية قصف المشافي، قد تتحدث روسيا أنها لا تعلم أن هذه هي مشافي، وهي حجة استخدمتها سابقا ويعني حاولت التضليل بها، ولكنها صراحة يعني لا تنطلي على أحد، العالم كله يعرف، الدول العظمى تعرف، الأمم المتحدة تعرف، وروسيا تعرف، وهي مرة أخرى لا تحتاج إلى هذه الآليات من أجل آليات التحييد لأن لا تخصف مشفى، لديها التكنولوجيا الكافية لأن ترى أن هذا الأمر مشفى، هناك سيارات إسعاف، هناك علامات مميزة محمية ضمن القوانين الدولية، هناك شارات معينة، يعني هذا الأمر لا يحتاج مرة أخرى نحن لا نعيش في 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 حروب قديمة يحتاج الطرف أن يبلغك أن هذا الأمر أو هذا المكان هو مشفى عسكري، فأرى أن هذا الأمر سوف ينعكس سلبا على روسيا في الأيام اللاحقة، وكما تفضل ضيفك أراها أنها محاولة سياسية نوعا ما للتهديد يعني بفتح المجال إن لم يجدد قرار مجلس الأمن بالدخول بعملية عسكرية، ولكن الأمر مختلف جدا عن الأشهر السابقة بسبب التواجد التركي في الشمال الغربي والتواجد الأمريكي في الشمال الشرقي، فهذه الدول إن أرادت معرفة من يقصف فهي لا تحتاج وأن توجه أصابع الاتهام إلى روسيا، فهي لا تحتاج إلى آليات تحييد لأن لديها الخبرة العسكرية في تحييد هذه في تحديد هؤلاء المستهدفين. نقطة أخرى سيد الشيشكلي، يعني ما مدى ارتباط انسحاب موسكو من آلية التحييد الإنسانية بدخول قانون قيصر حيز التنفيذ؟ طبعا قانون قيصر راح يؤثر على الشعب السوري بشكل كبير، ولكن سيؤثر على النظام والروس بشكل اكبر. نحن نعلم جميعا ان الروس استثمروا في سوريا عن طريق النظام المرافق وعده مناطق اخرى. اليوم الروس تحاول ان تحصد يعني ما دفعت في سوريا، تحاول ان تحصد المبالغ الماليه الكبيره التي تحاول أن تجنيها من المكاسب. قانون قيصر منع الروس وأي دولة أخرى كإيران أن تستفيد من أي مبالغ مادية ممكن أن تنتج عن ما بعد الحرب من سوريا في حال وجود النظام. هي صراحة ضربة كبيرة إلى النظام، ضربة كبيرة إلى روسيا، مما جعل روسيا تفقد صوابها لأن تحتاج هذه المبالغ. نريد أن يجب على الجميع أن يعلم أن روسيا اليوم أكثر من 50% مهدد قريبا أن يكون من عدد سكانها أن يكون تحت الفقر، تحت خط الفقر، وهذا شيء هذا رقم كبير. لذلك هي تحاول بكل ما أتيت من قوة أن تستخلص ما دفعت في سوريا، وقانون قيصر يقف في وجه ذلك، وهي تحاول أن تضغط على الأمريكان لكي يكون هناك مثل ما بيقولوا منطقة حرة لكي تسحب بعض المبالغ من سوريا، والأمريكان إلى اليوم يرفضون ذلك. نعم، المدير التنفيذي لمنظمة مرام للغاثة والتنمية يقظان الشيشكلي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك، كما أشكر إبراهيم العلبي المحامي لدى مكتب جيرنيكا 37، كان معنا عبر سكايب من لندن، والشكر الموصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة، دمتم بألف خير.